من أهم مؤشرات نجاح الفيديو على اليوتيوب تحقيق أكبر عدد من المشاهدات في بداية نزول الفيديو. يعني أول ما تنزل الفيديو كده بالصلاة على النبي تلاقي الفيديو أول ساعتين ثلاثة السهم طالع لفوق، تلاقيه حقق نسبة مشاهدات غير طبيعية أو غير مألوفة مقارنة بالفيديوهات الأخرى على قناتك. في حاجة مهمة تقدر تساعدك في تحقيق الهدف ده، وهي معرفة الوقت المناسب في تنزيل الفيديو. ايه هو افضل وقت تنزل فيه الفيديو؟ اليوتيوب اضاف ميزة جديدة في استوديو يوتيوب الجديد، من خلالها هتقدر تعرف ايه هو الوقت المناسب اللي تنزل فيه الفيديو. تابعونا للنهاية علشان تعرفوا ايه هي الميزة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة عالم استفهام. لو اول مرة تشوفونا ويهمكم الربح من اليوتيوب وتحديثات ومميزات اليوتيوب، فعل الجرس واشترك في القناة، او اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. بدون رغي كتير، زي ما قلنا في المقدمة، احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه اكتر وقت مناسب ننشر فيه الفيديو. هندخل على استوديو يوتيوب الجديد وهنضغط على الاحصاءات، وبعد كده هنختار الجمهور. وطبعا الطريقة دي ممكن تعملها من على الموبايل عن طريق جوجل كروم، واسيب لكم فيديو في الوصف ازاي تقدر تدخل على استوديو يوتيوب الجديد من الموبايل. بعد ما ضغطنا على الجمهور هننزل تحت شوية كده، دي كده الميزة الجديدة، الوقت الذي يستخدم فيه المشاهدون يوتيوب. ده كده المؤشرات دي لآخر 7 أيام. العلامات دي الوقت اللي بيقضيه المستخدمين في قناتك على منصة اليوتيوب، بيبقوا اونلاين على اليوتيوب بشكل عام. انا دلوقتي عندي اخر 7 ايام، هروح على اليوم السابع زي ما انتم شايفين، يعني انا بصور الفيديو ده يوم الجمعة، فهشوف كده يوم الجمعة المؤشر طبعا طول ما هو بهتان كده يعني مش باين، ده بيدل ان مفيش مشاهدات او مفيش جمهور في الوقت ده، يعني الساعة 4 صباحا عدد قليل جدا، 7 صباحا قليل جدا، وهكذا. يعني انت ما تجيش تنشر فيديو الساعة 4 الفجر او الساعة 10 الصبح او الساعة 11 الصبح، ده بالنسبة لنا تمام، بالنسبة لمتابعين قناتي انا. طيب الوقت بيبدأ يتحسن امتى؟ بيبدأ يتحسن الساعة 4 مساء. بتلاقي كده هنا مكتوب العديد من مشاهدي قناتك يستخدمون اليوتيوب، هتلاقي كده المؤشر لو رحت على جميع الايام هتلاقي برضو نفس الرسالة. طيب انا عايز الكثير مش العديد، انا عايز يبقى فيه مشاهدين كتير اكتر. طيب هننزل تحت كده هنلاقي الساعة 6 مساء، عدد كبير جدا من مشاهدي قناتك يستخدمون يوتيوب. ده يوم ايه؟ يوم الجمعة. يوم الخميس نفس الحكاية، يوم الاربع نفس الحكاية، يوم الثلاث نفس الحكاية، ولكن يوم الاثنين يعني مش بهتنة شوية، كاتب لك العديد من مشاهدي قناتك. هنا يوم الحد عدد كبير، يوم السبت برضو مش قد كده. لو انا عايز بقى يبقى كل الوقت بيرفكت، هنزل تحت شوية كده هلاقي اهو عدد كبير عدد كبير، كل المؤشرات الساعة 7 معناها ان الفيديو او ان المشاهدين موجودين على منصة اليوتيوب. يعني لما انا اجي انشر فيديو على اليوتيوب يا اما انشره الساعة 6 يا اما انشره الساعة 7، هيحقق نسبة مشاهدات مرتفعة لانه 6 و7 و8 و9 و10 في ناس متواجدة بكثرة، طبعا قناتي غير قناتك، فده بيساعد بشكل كبير ان المشاهدين لما يجي لهم اشعارات وهم موجودين اونلاين بالفعل على اليوتيوب في الوقت ده، يعني في احتماليه كبيره ان هم يشوفوا الفيديو بتاعك غير لما تنشره في الاوقات دي. ده بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو بتاعك يحقق نسبه مرتفعه من المشاهدات. بتمنى ان تكون الفكره وصلت، وما تعتمدش على الموضوع دوت برضو يعني بشكل طويل الامد، لا انت شوف كل 5 6 ايام، كل اسبوع بالكتير ادخل شوف الميزه ديت، وادخل بص بصه كده وشوف ايه اكتر وقت بيشاهد فيه المتابعين اليوتيوب. بتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو الميزه عجبتكم يا ريت لايك للفيديو وتنشر الفيديو ده على قد ما تقدر علشان الخير يعم على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.